النظام التركي تخلى عن عدد من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون لصالحه في إفريقيا لصالح روسيا. الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران للتعزية بوفاة إبراهيم رئيسي. بعد نحو 20 يوماً من التوغل، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. طائرة حربية تابعة للنظام التركي تعاود قصف مناطق جبلية في محافظة دهوك بإقليم كردستان. الآلاف يتظاهرون مجدداً في العاصمة الأرمينية يريفان تنديداً بتنازل حكومة باشنيان عن أراضٍ لأذربيجان. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول سلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري. الجيش الأوكراني يقول إن روسيا تحشد قواتها في منطقة شمالي خاركيف تحضيراً لهجوم واسع النطاق.